يتعرف على الأخ. سليمان حسن جابر. يا سليمان قرب كرسيك واسند لورا وخذ اضرب كوع. سليمان. ايوه. حسن جابر. نعم. شو بتشتغل؟ موظف وزارة التربية والتعليم. شو دراستك سليمان؟ مدرس لغة عربية اصلا. مدرس لغة عربية. نعم. وغاوي سينما. غاوي سينما. وافلام قديمة وجديدة كله. 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 عمرك مثلت؟ لا. تعرف حدا من الممثلين مثلا؟ برضو لا. ابدا. ابدا. ولا نجم ولا نجوم ولا كتاب ولا والله ابدا، لكن انا مشاهد. غاو مطالعة اصلا يعني. غاو مطالعة. نعم. وبتطالع فيديو. كل شيء. كل شيء. طيب. ثقافة عامة. طيب. يا اخ سليمان. نعم. السؤال اللي ما بتعرفه ما تضيع وقتك كثير، اقول اعطيني غيره. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر افلام صلاح ابو سيف هو فيلم المواطن المصري. نعم. من بطوله عمر الشريف وقصه يوسف قعيد. نعم. من هو كاتب السيناريو؟ مطيع زايد. لا انت غلطت، هي محسن زايد. محسن مطيع زايد. انتبه للاسماء لانه فرق كبير. لاول مره جاء دور الضابط مختلفا في فيلم علي بدرخان اهل القمه عن قصة الأديب نجيب محفوظ ومن بطولة نور الشريف. من قام بدور الضابط في هذا الفيلم؟ عزة العليلي. صح. فاز أحمد زكي عن دوره في فيلم الإمبراطور على جائزة أحسن ممثل. من أخرج هذا الفيلم؟ طارق العريان. صح. اغتيال مدرسة فيلم قام بإخراجه أشرف فهمي. من كتب قصة هذا الفيلم؟ مجد حميدة. لا. قدم عاطف الطيب الفنان نور الشريف في دور جعفر الراوي في إحدى قصص نجيب محفوظ كشخصية متقلبة. ما اسم هذا الفيلم؟ غيره. المخرج هاني لاشين قدم الفنان العالمي عمر الشريف في الأراجوز عن قصة لعصام الشماع حيث قام عمر الشريف بدور محمد جاد. ما هو الدور الذي قام به هشام سليم في الفيلم؟ ابن عمر الشريف. صح. من الأفلام القديمة من أشهر الشخصيات السينمائية في الأفلام المصرية القديمة الأولى القديمة شخصية مغامر بطل اسمه الهبوب، فمن هو صاحب ومبتكر هذه الشخصية الهبوب؟ غيره. من أجمل وأقدم أفلام نجيب الريحاني فيلمان هما سلامة في خير وسي عمر، من أخرج هذين الفيلمين؟ حلم رفلة. لا. ما هو فيلم أول فيلم أنتجه الأخوان بدر لاما، بدر وإبراهيم لاما في مصر؟ قبلة في الصحراء. صح. من هو مؤلف فيلم الأراجوز؟ عصام شماع. قلنا صحيح. طيب يلا حظك كويس. يلا. يعتبر فيلم ليلى هو أول فيلم مصري طويل، فمن كانت بطلته؟ غيره. منذ عام 1947 ظهرت شادية في عشرات الأفلام، ما هو أول فيلم ظهرت فيه شادية؟ البطل. لا. قدم المخرج علي عبد الخالق الفنان كمال الشناوي في احد اعظم ادواره في فيلم حنكيش، فمن هما الممثلان الذين قاما بدور ابناء كمال الشناوي؟ فاروق الفيشاوي. غير. قدم الفنان نور الشريف المخرج محمد خان لاول مره في فيلم ضربه شمس، فمن هو المخرج الجديد الذي اوكل له اخراج فيلم زمن حاتم زهران؟ محمد النجار. صح. من الأفلام التي حققت إيرادات عالمية جدا سنة 75 فيلم ومضى قطار العمر بطولة فريد شوقي، من هو مؤلف القصة؟ فريد شوقي. صح. من هو مؤلف قصة النداهة التي أنتجتها ماجدة وأخرجها الفيلم حسين كمال؟ يوسف السباعي. لا قريب بس. أنتج يوسف وهب وأخرج ومثل عشرات الأفلام، أما أول نشاطاته السينمائية في إنتاج فيلم صامت لم يكن من بطولته، ما هو هذا الفيلم؟ غيره. انت بتعرف جديد قديم ما بتعرف فيه. من قامت بدور البطولة امام بدر لاما في فيلمه الثاني فاجعة فوق الهرم؟ غيره. يتحول العنف في فيلم كتيبة الاعدام الى نوع من الانتقام الخالص، من كتب قصة هذا الفيلم؟ كتيبة الاعدام اخراج عاطف الطيب. اخراج عاطف الطيب. نعم. بطولة نور الشريف مع علي زايد. من المؤلف؟ والله لا اذكر. ماشي. غيره. اشترك مع سيرة الشاشة فاتن حمامة في فيلم يوم حلو ويوم مر مطرب ومطربة، من هما؟ محمد منير وسيمون. صح. جاء فيلم الكتاكيت لمحمود عبد العزيز كتكات آسف لمحمود عبد العزيز
ثورة على تقاليد اللغة السينمائية. من مخرج هذا الفيلم؟ غيره. استطاع المخرج علي عبد الخالق أن يجمع الفنان نور الشريف محمود عبد العزيز وحسين فهمي في فيلم العار وجري الوحوش. من كتب هذه القصة؟ محمود أبو زيد. صح. ما هو الفيلم الذي كان الاكتشاف الحقيقي لعاطف الطيب وصفه مخرجا متميزا بعد أن قدم أول أفلامه عام 83؟ الغيرة القاتلة. الحب فوق هضبة الهرم. لا. اعتبر النقاد فيلم العزيمة كأول فيلم يعبر عن مشكلات المجتمع وهو أول أفلام الواقعية في مصر، فمن هو مخرجه؟ كمال سليم. صح. من قام بشخصية كوميدية باسم بحبح؟ شرف أنطع. لا. طيب خلص الوقت. الأخطاء كانت بحبح، طبعا هذا أيامنا، أنتم ما بتعرفوش بحبح وأم أحمد. أم أحمد كانت هيك، وبحبح هو فؤاد الجزائر اللي بربري مصر الأول، بربري مصر كان اسمه الكسار. طيب سواق الأوتوبيس، الأوتوبيس هو اللي بطولة نور الشريف. صح. ومشيك بعدين مخرج فيلم الكتكات داود عبد السيد. أسامة أنور عكاشة هو اللي كتب كتيبة الإعدام. فاطمة رشدي بطلة فيلم فاجعة فوق الهرم. فيلم زينب تأليف محمد حسين هيكل وإخراج محمد كريم، أول فيلم أنتجه يوسف وهبي. النداها كانت ليوسف إدريس. نعم. مش السباعي اللي أخذ دور الشباب مع كمال الشناوي فاروق الفيشاوي وحاتم ذو الفقار. العقل في إجازة أول فيلم لشادية. ليلى بطولة عزيزة أمير. مخرج أفلام سلامة في خير وسي عمر لسليمان نجيب هو نيازي مصطفى. الشخصية الهبوب بدر لاما. بدر لاما على فكرة من بيت لحم. عاطف الطيب قدم اسم الفيلم كان قلب الليل. اغتيال مدرسة المخرج أشرف فهمي. كتب السيناريو مصطفى محرم، والكاتب السيناريو في فيلم المواطن مصري محسن زايد. مش مطيع زايد. طيب شكرا لك، 10 علامات. أهلا وسهلا. الفائز الأول في كل حلقة له 150 دينار دفتر التوفير من بنك الأردن، والفائز الثاني له 100 دينار، ومن يحقق أقل من 10 أسئلة ليس له أي جائزة. طيب ننتقل الآن إلى شباك الحظ، ويشاركني فيها الآنسة سميرة أبو عطية. تفضلي. أهلا وسهلا. تفضل. المشتركون في المسابقة تفضلوا. تفضلوا. أهلا وسهلا. المشتركتان. نتعرف على الأخوات. عبير الدلال. قربي كرسيكي أحسن ما توطي راسك. عبير. عبير دلال. دلال برضو قربي كرسيكي وما توطي راسك. شو اسمك؟ عبير دلال. ها؟ عبير دلال. ها هلا مزبوط. والست مياد عبد الجواد. ما ضروري تميدي، خليك راجع لورا وقولي اسمك. اسمك مياد عبد الجواد. تمام تمام. طيب السؤال الأول لكم انتوا التنتين، كل واحد بإيدكم على الجرس. اللي بيعرف يرن الجرس إذا صح بيبدأ، إذا غلط غيره بيبدأ. في عام 1920 عقد مؤتمر شعبي سياسي أطلق عليه اسم المؤتمر الشامي العراقي، ونادى باستقلال العراق وإنشاء دولة دستورية عراقية. فمن بويع في هذا المؤتمر ملكا على العراق؟ الأمير فيصل ابن الحسين أم الأمير عبد الله ابن الحسين؟ تفضلي. الأمير عبد الله بن حسين. صح. وانتدب الأمير، انتدب الأمير زيد بن حسين نائبا عن أخيه الأمير عبد الله لحين وصوله إلى العراق. السؤال إذن لميادة. يا ست ميادة السؤال إليك. من أشهر أبيات الوصف بيت من الشعر يقول: وأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. يا سلام. فهو شاب طبعا، هذا من أحلى أبيات الوصف. فهل هو للشاعر يزيد بن معاوية أم عمر ابن أبي ربيعة؟ للشاعر يزيد بن معاوية. وصح. صح. الخليفة يزيد بن معاوية كان من أرق الشعراء،
لأبو نواس في بيتين بيشبهوا هالموضوع هذا. وليا قمرا أبصرت في مأتم تندب شجوا بين أترابي، تبكي فتلقي الدر من نرجس وتلطم الوردة بعنابي. طيب لسانة معاك أنت يا ست ميادة، الرقم 1 خلفه أقل من 6 أم أكثر؟ أقل. أقل من 6، برافو. نكمل معك. المسك يا ميادة من المواد غالية الثمن، فكم يبلغ سعر المسك؟ نصف سعر الذهب أم ربع سعر الذهب؟ يعني جرام مسك أو 100 جرام مسك و100 جرام ذهب، سعر المسك ربع سعر الذهب بنفس الوزن أم نص سعر الذهب؟ نصف سعر الذهب. وصح. صح. طيب يا ست ميادة، رقم 2 خلفه أقل من 3 أم أكثر؟ أقل. أقل من 3، برافو. 2. نجح العلماء في إنتاج ألياف صناعية تستخرج من البترول لتحل محل الألياف الطبيعية، وبذلك حل النايلون محل الحرير لأنه يشبه خيوط الحرير، فأيهما يشبه خيوط الصوف، الأكريليك أم البوليستر؟ البوليستر. البوليستر. غلط. طيب نرجع للست عبير، السؤال إليك. إذا مات رجل يا ست عبير وله أخت ولم يكن له أم ولا أب ولا ولد، عنده أخت، كم ترث أخته من تركته؟ الربع أم النصف؟ ربع التركة أخته بتاخد ولا نصها؟ نصف التركة. شخص مات ما عنده أب ولا أم ولا ولد، عنده أخت، أخته بتاخد النص ولا الربع؟ النص. تسألي ولا بتجاوبي؟ نص. جواب هذا نص تركة. ها؟ ليش خايفة؟ ليش خوف؟ النص مسك في الجواب. وصح. طيب رقم 1 خلفه أقل من 6 أم أكثر؟ أكثر. أكثر من 6. 7. نعم. السؤال إليك. جلسة أو جلستان لتعاطي المخدرات تؤدي إلى إتلاف ما يزيد على 100,000 خلية من خلايا المخ، فهي إتلاف ملايين من خلايا المخ يؤدي، فهل إتلاف ملايين خلايا المخ يؤدي إلى فقدان الذاكرة ثم الوفاة، أم يؤدي إلى فقدان حاسة البصر ثم الوفاة؟ هي الوفاة حتمية، تؤدي إلى فقدان الذاكرة أولا ثم الوفاة، أم فقدان البصر ثم الوفاة؟ المخدرات تؤدي إلى فقدان الذاكرة ثم الوفاة، أم فقدان حاسة البصر ثم الوفاة؟ البصر ثم الوفاة. فقدان حاسة البصر ثم الوفاة. متأكدة؟ لا، فقدان الذاكرة ثم الوفاة. طيب السؤال، نرجع لميادة. السؤال إليك يا ميادة، كم سنة استغرقت دعوة السيد المسيح عليه السلام؟ 3 سنوات أم 13 سنة؟ 3 سنوات. 3 سنوات. صح. إذن الرقم عندنا هنا أقل، الرقم اللي في خلف الثلاثة أقل من 2 أم أكثر؟ أقل. أقل من 2، برافو. برافو. طيب الآن أنت ربحت 100 دينار دفتر توفير، نسألك كمان سؤال أو بتنسحبي؟ كمان سؤال. كمان سؤال. إذا عرفتي تاخذي تذكرة الطيارة على عالية، عمان أثينا عمان، أو عمان إسطنبول عمان، أو بتتمسك بال100 دينار. كمان سؤال. كمان سؤال. ما هي أكبر دولة إسلامية في إفريقيا بالسكان؟ مصر أم نيجيريا؟
للسكان؟ نيجيريا. صح. وإلك تفضل، إلك تذكرة طارق على الملكية الأردنية، والأخت عبير حظك سيء، معلش مرة تانية إن شاء الله. شكرا، تفضل. والآن مع الفنان سيف. يمدلل وعوفك شلون انسى، شلون انسى يمدلل وعوفك، يمدلل وعوفك شلون انسى. ليش القلب ما لوما لفدوها لعيونك، ليش القلب ما لوما لفدوها لعيونك. مربين مربين لو تسمح ظروفك، شلون انسى كيف انسى، شلون انسى كيف انسى. اشوفه يرتاح بالي، يرتاح بالي، يرتاح بالي، وانسى همومي واللي جراني، واللي جراني، واللي جراني. ليش القلب ما لوما لفدوها لعيونك، ليش القلب ما لوما لفدوها لعيونك. مربي مربي لو تسمح طروقه، شلون انسى كيف انسى، شلون انسى كيف انسى. يوم أقول اليوم وباجري بينه، باجري بينه، باجري بينه، وعطي للبشر بوسة من العيون، هالعيون هالعيون بوسة من العيون. ليش القلب ما لوما لفدوها لعيونك، ليش القلب ما لوما لفدوها لعيونك. مربين مربين لو تسمح ظروفك، شلون انسى كيف انسى، شلون انسى كيف انسى. وشلون انسى يمدلل وعوفك، يمدلل وعوفك شلون انسى. ليش القلب ما لوما لفدوها لعيونك، ليش القلب ما لوما لفدوها لعيونك. مربين مربين لو تسمح ظروفك، شلون انسى كيف انسى، شلون انسى كيف انسى، شلون انسى كيف انسى. المتسابق الثاني في نجم المعرفة، تفضل. Thank you.
تتعرف على الأخ؟ جمال خميس الجزر. شو بتشتغل؟ مدرس رياضيات. رياضيات مش رياضة؟ لا رياضيات. مش رياضة بدنية؟ لا رياضيات. رياضيات. طيب أهلا وسهلا. يا أخ جمال. جمال؟ نعم. مع بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. السؤال اللي بتخاف منه يا تأخذ وقت قول غير. بسم الله الرحمن الرحيم، في أي سنة كان أول لقاء بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في كأس العالم؟ في عام 1974. صح. لعب فريق الكاميرون في نهائيات كأس العالم 1982 وتعادى في ثلاث مباريات مع مين؟ لو سمحت هذا السؤال اللي ما سمعتش بالضبط. ضوعت وقتك. لعب فريق الكاميرون في نهائيات كأس العالم 1982 وتعادل في ثلاث مباريات مع من تعادل؟ تعادل مع بولندا ومع إيطاليا ومع البيرو. صح. فازت الأرجنتين بكأس العالم عام 78 في الأرجنتين بعد أن تغلبت في النهائي على هولندا وسجلت ثلاثة أهداف، منهما هدفان للاعب الأرجنتيني، واحد نفس اللاعب، فمن هو؟ ماريو كامباس. صح. من هو أصغر لاعب اشترك في نهائيات كأس العالم؟ هو الإيرلندي نورمان وايتسايد. صح. في الدور قبل النهائي وفي مونديال إيطاليا 1990، ما هي المباريات التي حسمت بضربات الجزاء الترجيحية؟ مباراة ألمانيا وإيطاليا، مباراة ألمانيا وفرنسا. ألمانيا وفرنسا؟ ألمانيا وفرنسا. بس بتنتين هم. نجم الكرة المجري الهنغاري بوشكاش كان رئيس منتخب هنغاريا في كأس العالم 54 في سويسرا وفي عام 62 في تشيلي، لعب في كأس العالم مع فريق دولة أخرى، فما هي؟ إسبانيا. صح. ما هي أول مباراة حسمت بضربات الجزاء الترجيحية؟ أول مباراة حسمت غيره. حارس مرمى هولندي اشترك في نهائي كأس العالم سنة 74 و 78 وهو يضع عدسة لاصقة على إحدى عينيه. غيره. من هو الحكم الدولي السعودي الذي شارك في تحكيم كأس العالم سنة 86 في المكسيك؟ غيره. على أي الفرق تغلب الفريق الجزائري في تصفيات كأس العالم عام 82 في إسبانيا؟ تغلب على فريق تشيلي. بس؟ وعلى فريق ألمانيا الاتحادية طبعاً. ألمانيا الاتحادية. صح. حقق الفريق الجزائري انتصارين في نهائيات كأس العالم، فأين كان ذلك وفي أي سنة؟ في عام 1982 في إسبانيا. صح. ما هو الفريق العربي الذي فاز بكأس العالم للناشئين عام 89 التي أقيمت في اسكتلندا؟ السعودية. صح. خمس دول فازت بكأس العالم وكانت الدولة المفيضة للمباريات، أذكر ثلاثة منها. الأرجنتين وألمانيا والأوروغواي. صح. كانت تصفيات نهائي كأس العالم تعتمد على إخصاء الخاسر من أول مرة، ففي أي سنة تم تعديل هذا النظام وأصبحت التصفيات على الدوري بين أربعة فرق؟ في عام 1950. صح. برافو. مرينا عن نقطة الخطر. حقق الفريق النمساوي أفضل مركز له في نهائيات كأس العالم عام 54، فأين عقدت هذه النهائيات؟ عام 1954 عقدت في في سويسرا. صح. ما هو المركز الذي حققه الفريق النمساوي في سويسرا عام 54؟ المركز الثالث. برافو. من هو صاحب لقب هدف بطولة كأس العالم 86 في المكسيك؟ ما سمعت السؤال. فازت إيطاليا بكأس العالم للمرة الثالثة عام 82، فمتى كانت المرة الأولى؟ عام 1934. برافو. صح. أين ومتى فازت البرازيل بكأس العالم لأول مرة؟ في عام 1950. لا. متى فازت ألمانيا الغربية بكأس العالم لأول مرة؟ عام 1954. برافو. في أي سنة شاركت دولة الإمارات في تصفيات كأس العالم لأول مرة؟ في عام 1986. لا. تعرض منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم عام 54 لأقصى هزيمة عندما دخل هدفها تسع أهداف، من انتصر عليها في هذه المباراة؟ المجر. من هو أول فريق يفوز بكأس العالم عام 1930؟ هو الأوروغواي. أو صح. متى حصلت أوروغواي على كأس العالم المرة الثانية؟ عام 1950. برافو. صح.
متى كانت أول مشاركة لإنجلترا في كأس العالم؟ في عام 1950. صح. في عام 1934 شاركت مصر في نهائيات كأس العالم، فأين أقيمت هذه المباريات؟ في إيطاليا. في إيطاليا. من انتصر على الفريق المصري في نهائيات كأس العالم التي أقيمت عام 1934 في إيطاليا؟ جاوب. المجر. صح. أخطأت يا أخ جمال. نعم. سنة 85 الإمارات اشتركت، في السويد البرازيل فازت بكأس العالم في السويد 1958. صاحب لقب هداف بطولة كأس العالم 86 المكسيك هو جاري لينكر. الحكم الدولي هو فلاح الشنار، اللي كان رايح حاطط عدسة ين ينقل بود. والله ما أنا عارف شيء، كل الكلام بحكيه مش فاهمه. أول مباراة حسمت بضربات الجزاء الترجيحية عام 1982. مباراتان حسمت بضربات الجزاء، الأولى بين الأرجنتين وإيطاليا وكانت لصالح الأرجنتين، وبين ألمانيا وإنجلترا وكانت لصالح ألمانيا. الواقع أنا بحس حالي لما أقدم برنامج كأس العالم، فرق كأس العالم كالببغاء، خالد الغول كتب وأنا بقرأ، والله ماني فاهم شيء، سألوني إياهم من أعرفهم. الإمارات شاركت بال 85، 85 فيش كأس عالم. إيه؟ يا 86 يا 82. والله إنك شاطر. أنا ما بعرف، ها؟ أشوفها، ها؟ يا 82 يا 86 يا 90. كل أربع سنوات. يمكن عاملين لها طيب. مباراة خليج. على كل حال الغلط مش غلطي، إذا صار 20، أعطيه 20، كويس. و20، أعطيه 21. بس هذه على على عزيمتك. معروفة. ها؟ ما أعرفش. كل أربع سنوات. هاي نفعك محمد. أهلين. ها؟ أنت بتعرف بالكورة أستاذ محمد؟ طبعاً لاعب كورة أنا. طب لاعب كورة مش ضروري تعرف. ثلاثينات بس. طيب أخ جمال أهلا وسهلا، تفضل، مع السلامة. إذن السيد السيد جمال يفوز بدفتر توفير بمبلغ 150 دينار من بنك الأردن. بشرى سارة إلى المواطن الكريم، 64,000 دينار جوائز بنك الأردن على حساب التوفير. افتح حساب توفير مع بنك الأردن وستربح خدمة مصرفية ممتازة وعلاقة متميزة يبنيها البنك معك ومع عائلتك. 64,000 دينار لك عزيزي المواطن. جوائز نقدية لحساب توفير الأطفال والشباب دون 18، نمو متزامن لطفلك ورصيد حسابه. اعمل ودع بنك الأردن يعمل من أجلك. بنك الأردن. اللجنة، المشتركون في اللجنة أو المشتركين في اللجنة تفضلوا. قبل أن نبدأ فقرة اللجنة بدنا نعمل سحب على اليانصيب على خمس دعوات، أعطيها خمس أرقام والفائزين بياخذوا جوائزهم، وهي 30 دينار من مركز من شركة الإنتاج مواد استهلاكية بعد نهاية الحلقة. ستمية وثلاثة. 582. 417. 484. 48. آسف إذا أنا غلطة مش خالد يقول. آخر رقم 461. أصحاب الحظ السعيد يرجعوا اللجنة المالية بعد البرنامج. والآن اللجنة، يشاركني في تقديم هذه الفقرة الإخوان الأستاذ محمد داودية، الدكتورة رناد عياد، والدكتور مروان خير. نتعرف على الإخوان. وصفي العزام. وصفي العزام. تشتغل موظف الضمان الاجتماعي. أهلا وسهلا. والأستاذ أحمد داود.
اهلا وسهلا، شو بتشتغل استاذ احمد؟ مهندس في وزاره الطاقه. اهلا وسهلا. اهلا. نبدا مع الاستاذ احمد. السؤال الاول، كل واحد له 5 اسئله، على كل سؤال في 3 علامات، واذا كان بتاخذ من زميلك او من منافسك علامه اذا اخطا. السؤال الاول، رقم 107. يا اخ احمد، ببر الشام، الاردن، فلسطين، لبنان، سوريا، بنقول عن عن الفلوس مصاري، لكن في مصر ما بيقولوا مصاري، في تونس ما بيقولوا، في العراق ما بيقولوا، ولا في شمال افريقيا. كلمه مصاري من وين جاءت استاذ محمد؟ جاءت اثناء حكم محمد علي باشا وابراهيم علي باشا لبلاد الشام، استخدم اهل الشام النقود المصريه، فكانوا يقولون مصاري ومن مصري، فدرجت. اصل الكلمه مصري. كانت العمله مصريه، فيقولوا اعطيني مثلا دينار مصري، اعطيني مصاري، صارت مصاري ومشيت مصاري. دكتوره، اصل الكلمه سرياني، ومعنى كلمة مصاري معناها الفضة، ولأن معظم الفضة في تلك الأيام كانت، معظم العملة كانت تصنع من الفضة، عشان يكسر يقولوا عن الفضة هي مصاري، يعني نفس الكلمة السريانية المقصود بها هي العملة الفضة. بالسرياني مصار يعني فضة. دكتور مروان، يا سيدي أصل كلمة عربية، كلمة مصاريف كناية على أنه المصاريف تنفق، مصاريف للصرف والإنفاق. شو رأيك أستاذ أحمد؟ والله الثلاثة يعني ثلاثة صح، بعاد شوي يعني بعاد بعاد عن بعض، لكن يعني بتهيأ لي جواب الدكتورة. دكتور ناد، مصاري يعني فضة بالسرياني، بتهيأ لي أقرب يعني. أقرب معلوم، معلوم أقرب يعني، في منطق فيها. شو تقول لي محمد علي وتقول لي مصاريف؟ بسك في الجواب. مش قريب؟ قريب، والقريب منك بعيد. بتمسك في الجواب. بتمسك. اعطيني الجواب. الاول جواب استاذ محمد داوديه، لانه انا بعرف اصلا من مصر. اها، هو ذكر مصر، فاكيد مصاري وصف. اللي هي العمله المصريه التي كانت مستعمله في بر الشام، ولك علامه يا عزام. عزام شيء. طيب السؤال الثاني، رقم 36 أستاذ أحمد، رقم 36. طبعا الأفاعي سامة أو غير سامة خطيرة، وطبعا في السيرك وفي حدائق الحيوانات بيعرضوا الأفاعي وبيلعبوا مع الأفاعي، مدرب الأفاعي بيضلوا خايف من الأفعى، يا ترى ماذا يفعلون لتخفيف خطر الأفعى قبل العرض أستاذ محمد؟ يعني الجواب قد يبدو غريب، اللي بيجري انهم ببردوا اجسامها حتى يخف نشاطها وتخف عدوانيتها ويخف اذاها. ببردوا اجسامها. دكتوره، الحقيقه من مشاهداتي في حدائق الحيوان انهم يطعمون الافاعي طعام مخدر، في ماده مخدره، حتى تصبح بليده وغير عدائيه قبل العرض. تخدير. نعم. دكتور، يا سيدي من البديهي جدا إذا بدنا يعني بدهم يعذبوا واحد أو غلبوا واحد بمنعوه من النوم والراحة. فالأفاعي نفس الشيء ينطبق عليها هاي النظرية، بمنعوها عن النوم طيلة الليل والنهار، وإلى حين عرض العرض تبعها في السيرك، فبتكون منهكة وتعبانة، مش وقت قرص وكذا وراحة وجاي، فتعبانة بتكون، وهذا هيك رأسا بيمنعوها من النوم، بحرموها النوم مثل التعذيب، بعذبوها بحرموها من النوم، تيجي على العرض مستوية، بيخلص العرض بتدخن سيجارة وبتنام. شو رأيك؟ والله أنا بدي المرة من الأستاذ محمد الجواب. أستاذ محمد شو قال؟ ببردوها. ببردوها قبل ما يدخلوها العرض. بردوها. بردوها برد لأنه تلطف شوية. ها؟ بردوا لها جسمها. الأفعى وهي باردة يعني بتكون معطلة. أعطيني الجواب. لو الدكتورة تعيد لي الجواب بس إذا ممكن. لا، الجواب صح.
مش ضروري ببردوها صح. الزواحف من حيوانات ايه ببردوها ايه كيف؟ انا بعرف انها بتخدر. لا انت كتبها غلط. ببردوا اجسام الافاعي. المره هذه ببردوها. ببردوها بس المره ببردوها لانه هي من الزواحف ذات الدم البارد. لما ليش الافاعي بالصيف بتدفع وبتطلع بالبرد بتضلها ضابصه، لما يصير في حراره بتتحمس وبتطلع وبتتنشط. طيب اذا صار عندك ثلاثه صح، ثلاث علامات. السؤال اللي بعده رقم 135. نجح الإنسان في زرع أعضاء الجسم، فمن زرع يعني من في زرع أطراف كلى قلب عيون شبك قرنية العين. على فكرة أنا وهذه دعاية أحب إن شاء الله كل واحد منكم يكون نفس الشيء. وينه كرت التبرع؟ أنا حامل بطاقة تبرع في حالة وفاتي، متبرع بكل شيء طبعا. مش نافع. ويا ريت كل واحد منكم لأنه تعال نحكيها بصراحة، بعد عمر طويل شو بدك في القرنية وشو بدك في القلب ويأكلوا الدود؟ اخدم أخوك الإنسان أخوك المسلم في أنك أنت تعطيه شيء منك ويتذكرك بالخير. طيب في مستشفى الجامعة. يلا بكرة كلكم عليها. حسنة وصدقة جارية. صدقة. طيب نسأل السؤال، ما هو أقرب الحيوانات قابلية لزرع أعضائه في جسم الإنسان لتشابه أعضاء بأعضاء جسم الإنسان من الناحية الكيماوية؟ أقرب الحيوانات شبها في جسم الإنسان لتشابه أعضائه بأعضاء جسم الإنسان من الناحية الكيماوية. أستاذ محمد. المعروف أن الحيوان الأكثر شبها من حيث تركيبه الكيماوي شبها للإنسان هو الخنزير. الوجبة الشهية إن ما كانتش المراعي ما تبقاش لذيذة. المراعي إنتاج شركة حجازي وغوشه للمواد الغذائية. الفريد، الفريد يعني الانفراد والتميز. الفريد فريد في خدمته وموجوداته وعروضه الدائمة. الفريد أدوات منزلية، مواد تموينية وغذائية، أدوات وعدد كهربائية، عدد يدوية ولوازم بناء، لوازم حدائق وأدوات السلامة، قرطاسية وملابس وألعاب وهدايا. الفريد يعني الخدمة الممتازة والأسعار المنافسة. مواقف للسيارات مجانية. أسواق الفريد مجمع عمان التجاري العبدلي. الفريد المتعة الحقيقية للتسوق. والتجارة. أرقام مجموعة من الإنارة الحديثة تناسب مختلف التصميمات الداخلية. شارع الجامعة، عمارة الفنار سنتر، هاتف 694-201. الوجبة الأفضل في الأردن. ستايل فيرتيكال عمودي من نبيل الروساني يا عيني، قمة وروعة وملوكية. تسلم يا نبيل الروساني.
أب أكورديون عملي وأباجورات حلو كمان أشغل ألمونيوم قوي من عند نبيل الروسان. دكتور يعني هو حيوان anyway ما راح يتغير. الحقيقة هو الماعز أو تيس هو ذكر الماعز، فيعني استعملوا كثير من أعضاء جسمه للإنسان. أو قرونه الخنزير أم القرد أم التيس، إذا شفت واحد تيس أعرف إنه ما أخذ جزء. تفضل أستاذ أحمد. لا والله في من القرود يعني زي ما حكت الدكتورة يعني القرود أقرب شيء للإنسان. أقرب شيء للإنسان. مسك بالجواب. أنا بعرف يعني من زمان يعني. أنا بسأله ها متمسك بالجواب. إنه القرد أقرب للإنسان. أعطيني الجواب. أستاذ محمد داودي. أستاذ محمد داودي. لا عفوا. جواب الأستاذ محمد داودي. جواب أستاذ محمد. جواب الأستاذ محمد داودي. أستاذ محمد أكبر مني كثير. طب إيه جواب الأستاذ محمد داودية؟ إيه جوابه؟ قريب الإنسان. اللي هو الخنزير. الخنزير. نعم. خنزير مش التيس. لا. خنزير. جوابه. جوابه. الخنزير. نعم. وأنت متأكد إنه صح؟ نعم. وإلك علامة. صمامات قلب الخنزير وجلده كثيرة الشبه بصمامات قلب الإنسان وكذلك جلده، لذلك فإن جسم الإنسان يقبل أعضاء جسم الخنزير ولا يرفضها، طبعا مش دائما في معظم الحالات كغيره من الحيوانات، أحيانا يرفض جسم الإنسان أعضاء جسم إنسان آخر طبعا. طيب نكمل معك أخ أحمد السؤال اللي بعده. 59، يتكون اللؤلؤ في المحارة إذا دخل إليها جسم غريب فينسج حيوان المحارة حول هذا الجسم الغريب، شوية رمل شوية غبرة شوية كذا، ينسج عليها حبة اللؤلؤ، فهل هذا الحيوان حيوان المحارة اللي في المحارة واللي بيعمل اللولو أنثى أم ذكر أم شو يا أستاذ محمد؟ يعني واضح أن المحارة التي يكون في داخلها حبة لؤلؤ شبيهة بالحمل، شبيهة بحالة الحمل عند السيدة، ولذلك المحارة الأنثى شريطة أن يكون عمرها أكثر من سنة. إذن المحارة الأنثى هي التي تكون اللؤلؤ مثل قضية حمل. دكتورة أنا بقول لا، هي تكون في الذكر على أن يكون عمره أكثر من 3 سنوات. في الذكر وعمره فوق 3 سنوات، لا هذا ولا ذاك. أكيد. يا سيدي يتكون اللؤلؤ في الذكر والأنثى تنين معه. ولمعلوماتك الحيوان المحارة يستطيع أن يغير جنسه متى شاء. هو بيغير. حره. يعني حيوان اللؤلؤ ذكر انت نفس الشيء مثل الدودة، شو رأيك؟ والله عجبني الجواب هذا. عجبني يعني. بعرف صح او غلط بس عجبني. بس عجبك. شوف يا اخي رجل مزاجي عجب الجواب لك. حب الجواب. لا بده لا بهر ولا شقة ولا متقدم ولا متأخر، هو ذكر وانت مع بعضه، شو رأيك؟ الجواب وصح. بعضها تنضج كذكر ثم تتحول الى انثى، يكتمل نضوجها عند بلوغها 3-4 سنوات، تكون اللؤلؤ في 5 سنوات. المحارات لا تاكل ولا تنمو الا في فصل الصيف. عشان نعرف قديش عمر المحاره هاي يعرف من خطوط على اصدافها، في الشتاء بصير خط في الصدفه وفي الصيف بيصير خط ثاني، فبيعرف الواحد مثلا 4 خطوط معناها 2 سنوات مثل الشجر تماما. وصح صاروا 6 علامات. طيب السؤال اللي بعده لك يا اخي محمد احمد رقم 63، لبعض الدول دول والمدن اسماء عربيه بعيده جدا عن اسمها الحقيقي بلغه اهلها، فمثلا نطلق على مدينه فينيسيا اسم البندقية مع انه اهلها بيقولوا فينيسيا، اوروبا بتقول فينيسيا، العالم كله بيقول فينيسيا، ولكن هم احنا بنسميها بندقية. اوكي، يا ترى النمسا نفس الشيء، احنا بنسميها النمسا
أهل النمسا ما بقول عنهم نمساويين، بقولوا إحنا أوستريانز. من وين إجا اسم النمسا أستاذ محمد؟ إجا من الأتراك، أصل الكلمة تركيا أخذها العرب على الأتراك وسموها النمسا، أصلها نام سا، نام سا، النائمون. النائمون. دكتورة، أصل الاسم الحقيقة أنه هذه الإمبراطورية كان اسمها الإمبراطورية الشرقية الأستريان إمباير، ومن هنا جاء الاسم إنها هي الدولة النمسا. دكتور، يا سيدي العرب أخذها عن الطليان، الإيطاليين بيطلقوا على اسم النمسا على نهر الدانوب، فأجوا العرب أطلقوا على الدولة كلها لأنه نهر الدانوب يمر في العاصمة فيينا. فيينا يعني هل هي نامسا يعني النايمين، أو زي ما تقول الدكتورة اسمها قديم جدا 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 كان نمسا، بعدين صار إمبراطورية النمساوية أو الأوستريان إمباير. والدكتور مروان بيقول الاسم هذا لأنه اسم النهر نمسا، ولأنه بمر في فيينا العاصمة سميت نمسا. شو رأيك؟ والنهر بمر في العاصمة، بمر في العاصمة بمر، وبمر في كذا عاصمة، بمر في بودابست، بمر في قولوا معي كمان وبيخترق أوروبا يعني في عشرات العواصم. إذا شو الجواب؟ جواب دكتور مروان لا هذا ولا ذاك. والله جواب الأستاذ محمد. أستاذ محمد النايمين. نعم كلمة تركية. نايمين نامسة. تأكد 100%؟ جاوبني. توكلنا على الله. لا إله إلا الله صح. بقول لك الأتراك لما حاصروا فيينا ونزلوا فيها دك دك بهالمدافع، إنه يردوا عليهم بجواب بمدفع بطلقة نور ظلام وكله ساكت، المدافع تنزل عليهم سنة 1683 وما حدا حكى. الجنود يجوا للقوات القادة يقول له نامسا شو حصيتم نايمين، ومشيت نامسا. على فكرة البندقية احنا نسميها بندقية، حدا بيعرف ليش نسميها احنا بندقية وهي اسمها فينيسيا؟ هذا سؤال للجمهور اذا حدا بيعرف. هلا قلتوا لي ليش ما بتسأل الجمهور، هاي سؤال للجمهور، مين بيعرف ليه بنسميها بندقية وهي وهي فينيسيا؟ تعرف؟ لا بندق. بندقية ايه. حدا بيعرف؟ اصلا ما فيها بندق، هي بلد مدينة على البحر على جزر، وين بدي جهة بندق؟ بندق في المنطقة السوية. البندقية اصلها كلمة عربية طبعا، بس مأخوذة من اسم البندقية قديما. فينيسيا كانت معروفة باسم بونو دوتشيا، الدوقية الجميلة، بونو دوتشي او الدوقية الجميلة بونو دوتشيا، هم كانوا يسموها مملكة بونو دوتشيا الدوقية الجميلة. فالعرب بونو دوتشيا صعبة عليهم، بندقية منشأت بندقية. اوكي اذا انت عندك 9 علامات يا اخ احمد، والسؤال الاسئلة الان للسيد عزام. السؤال الاول للسيد عزام رقم 105، يضرب المثل بدموع التمساح الكاذبة، فهل فعلا تدمع عيون التمساح ولماذا استاذ محمد؟ تدمع عيونه اذا التهم فريسة كبيرة كانت اكبر من مساحة فكيه. لذلك نقول في هذا الباب انظر الى فعل يديه ولا تنظر الى دموع عينيه. ايوه، فعندما يبتلع فريسة كبيرة تفرز عيناه سائلا كأنه الدموع. كويس، اذا يدمع اذا اكل لقمة كبيرة وزور فيها بيطلعوا دموع من عينيه. دكتورة، التمساح لا تدمع عيونه ابدا، الدموع اللي نشوفها بعينيه هذه هي قطرات من المياه تأتي أسفل جفنه عندما يخرج من الماء، فهي ليست دموع إنما هي مياه على شكل دموع. يعني أي واحد بيطلع من البحر أو من البركة بين كأنه مدمع، والتمساح لأنه هيك كأن بين دموعه هو مش مدمع. دكتور فعلا لا هذا ولا ذاك، التمساح ملوش دموع ولكن في قنوات يخرج منها الماء إذا ابتلع التمساح فريسة وهو في الماء، وهو في الماء في قنوات تخرج منها الماء، وهذا بيخرج الماء من ثقوب أنفه وعيونه وأذنيه. يعني لما يبلع لقمة بالماء طبعا بتطلع الماء من عينيه من مناخيره من هذا. شو رأيك أخ عزام؟ والله مشكلة، بس
أنا برجح جواب دكتور الأستاذ محمد داودية. محمد داودية؟ نعم. اللي هو؟ إنه بس يكون داخل البي يبتلعف فريسة كبيرة. والعملية هاي بتخلي ينزل دموع. أكل فريسة كبيرة؟ نعم. وزور فيها أو شد فيها وتطلع دموع تنفر. أكد. نعم. 100%. نعم. وصح. رقم 139 يا عزام. في القرون الوسطى كان الأمراء من أبناء الملوك يربون تربية خاصة. كان المدرسون يقومون بتدريسهم في قصورهم، وبالطبع لم يسمح للمدرس أو أي أحد أن يقاصص الأمراء أو إذا أخطأوا. كان الملوك يقاصصون أولادهم من الأمراء عند ارتكابهم أي خطأ. كيف كان الملوك يقاصصون أولادهم عند ارتكابهم الأخطاء؟ أستاذ محمد. كانوا يصنعون تمثالا محشوا بالقطن بحجم الأمير، فإذا أذنب الأمير يضربون التمثال أمامه كي لا يضربوه هو وكي لا يجرحوا كرامته أو يهينوه. فكان يعرف أنه أذنب أو أخطأ ليرتدع عن خطأه. طيب دكتورة، مع أنه إحنا تربويا من نادي بعدم ضرب الصغار أو عدم إدراج العقاب البدني، لكن للأسف كانوا هؤلاء الأمراء يضربون أو تحبس المربية أو المربي، يعني يعاقب المربي أو المربية. كويس. دكتور مروان. يا سيدي الأمير ما كانش ينضرب، لكل واحد أمير في رفيق أو خادم بس بينقوه بنفس السن تبعه من عمره هيك وطوله وقصره إلى آخره، فإذا الأمير أذنب بدقوا بالخادم يا حرام. وهذا الحكي موجود الآن عندنا في عالم السينما اللي بنسميه بديل. بديل دوبلير. إذا في نطقة أو قفزة أو كذا وكسرة رجل فيها بيجيبوا واحد بديل بدل البطل، وهذا الشخص بيكون بديل. بدل ما البطل يأكل علقة وهذا بيجيبوا واحد ينزلوا فيه بوكسات. شو رأيك؟ والله أنا هاي ما عنديش معلومة، بس أنا يعني بعرفش فيها، بس بدي ألعب الحظ فيها. يعني بدي أجاوب على الدكتور مروان لأن شغلة غريبة إنه بيجيبوا له بديل. بديل. نعم. يعني زميله رفيقه من الخدم او من الحاشيه. نعم. اذنب الامير بطقه او بضربه. نعم. بدي اكد 100%. وصح. الان في اليابان عند خروج الموظفين من المصانع والشركات يوجد تمثال لمدير المصنع، تمثال قطن هيك يعني على شكله وجهه. طالع الموظف من العامل منربز من المدير بنزل فيه ضرب بفش كله ما يروح على البيت وماشي، يعني بتخلي الواحد يروح فاش يشغله. طيب اذا صار 8 عندك ماشي الحال تمام معك. طيب السؤال رقم 138. جند الاردن مصطلح جغرافي قديم يطلق على شمال الاردن حاليا وشمال فلسطين الذي يسمى حاليا الجليل. ماذا كانت عاصمة جند الأردن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب؟ أستاذ محمد. إربد عاصمة الشمال الآن أو عروس الشمال. التي تقع على الحدود الأردنية، مش على الحدود بالضبط، تقع بالقرب من الحدود الأردنية السورية وبالقرب من الحدود الأردنية الفلسطينية. طيب إذا إربد هي كانت عاصمة جند الأردن. دكتورة، معلوماتي التاريخية المؤكدة بتقول إنها بمدينة طبرية الواقعة على بحيرة طبرية في فلسطين، وهذه معلومة تاريخية مؤكدة. دكتور، قال طبرية، قال يا سيدي عكا. عكا، مدينة عكا على الفلسطينية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، كانت عاصمة جند الأردن. نعم. شو رأيك؟ أنا عارفها. عارفها؟ طبرية. طبرية عارفها من أول، يعني ما حذرت. لا. برافو عليك، صح. كانت تشمل شمال الأردن وفلسطين، بيسان الناصرة، صفد، عكا وغيرها، وجنوب لبنان، سور وما حولها. يقول المؤرخ الإدريسي: طبرية مدينة الأردن الكبرى وهي قصبتها، كانت مركزا لصك العملة الرومية ثم مركزا لصك الدراهم الإسلامية في عهد خالد بن الوليد سنة 15 هجرية. السؤال الرابع يا أخ عزام رقم 151. بقول لك هذا كلام ترهات، كلام فارغ. ترهات، شو يعني ترهات؟ شو أصلها يا أستاذ محمد؟ تركية تعني الكذب أو الفشر. يقول واحد فشار أو كذاب. مأخوذة من التركية. مأخوذة من التركي. دكتورة،
برضو معلوماتي الأكيدة بتقول إنها لا أصلها فارسي، وهي تعني الطريق المتشعب من شارع أو طريق آخر أكبر منه. الزاوي وال زقاق. دكتور هي كلمة هندية بحكم مؤكد، يقولوا لها تور هاي، ومعناها الإنسان المشعوذ اللي بيلعب بالحياة وبيطلعهم الحاوي. تور هاي. تور هاي هذا الحاوي السماوي. شو رأيك؟ حاوي سماوي أو الطرق والزقايق. دكتور مروان شو حكى؟ دكتور مروان تور هاي هندية يعني حاوي سماوي، بتعرف هدول اللي الدكتورة الدكتورة قالت الزقايق والطرق المتشعبة يعني شو أصلها؟ فارسي. والأستاذ محمد بيقول تركية تعني الكذاب الفشار أبو لمعة اللي هو. أنا بدي أظل مع الدكتورة. مع الدكتورة، مع الدكتورة كمان. ترهات يعني فارس. طرق صغيرة متشعبة. فارس. فارسي. نعم. متأكد 100% ولسان العرب يقول صح صح. صاروا 14. السؤال الأخير 146. الثور والزرافة من الحيوانات اللبونة المجترة، أيهما أرجلها الأمامية والخلفية غير متساويتين؟ الزرافة والثور، مين فيهم الأرجل الأمامية والخلفية غير متساوية أستاذ محمد؟ يعني اللي بيشوف، إحنا والله ما شفنا الزرافة بالطبيعي هيك، بس اللي بيشوفها بالفيديو أو بالسينما أو بالتلفزيون بيشوف إنه القوائم الأمامية أعلى من القوائم الخلفية. الزرافة يعني القوائم ليست متساوية. إذن الزرافة قوائمها الأمامية أعلى أطول من الخلفية، تلاقيها. دكتورة، لأنه الأخ وصفي وثق فيي فأنا كمان راح أعطيه الجواب الصحيح. الثور هو اللي رجليه الأمامية أقصر من رجليه الخلفية. الثور. نعم. رجليه الأمامية أقصر. نعم. دكتور، والله أنا بشوفهم على بس بالفيديو يعني بالسينما بالهذا واضح، بجوز لاحظته بجنة الحيوانات. الزرافة عالي كثير ولذلك أرجلها الأمامية أطول. والثور العكس تماما، قصير أرجله الأمامية أقصر. أها، إذن الدكتور مروان بيجمع التنين. هناك بيقول لك الزرافة بس أرجلها الأمامية أطول من الخلفية، الدكتورة بتقول لا هذا كلام مش مزبوط، الثور أرجله الأمامية أقصر من الخلفية. الدكتور مروان جمع التنين، بيقول لك الثور أرجله الأمامية أقل أصغر أقصر من الخلفية، والزرافة أرجلها أمامية أطول من الخلفية. اختار عاد. وعندك 14 علامة، إذا صاروا 17 حلوين. بدي مع الدكتورة. مع الدكتورة بتقول، وأنا بتردد، الزرافة أرجلها الأمامية أطول من الخلفية. لا بتقول بس الثور أرجل الأمامية أقصر من الخلفية. نعم. معناها جواب الأستاذ محمد غلط وجواب السيد الدكتور مروان غلط. الزرافة لأنه رجليها الأمامية والخلفية واحد. الزرافة الأمامية أطول. أطول. هو هذا اللي قاله الأستاذ محمد. بس ما هو كمان حكى عن الثور مش هيك؟ لا هو ما حكى عن الثور. انت حكيت عن الثور، بزعل منك بعدين. بزعل منك تروح على النار بعدين. ما قال شيء عن الثور. ايش رايك؟ طب معناته اقعد لك يا ماشي. استاذ محمد بقول لك بس الزرافه بيختلفوا رجليها، الأمامية اعلى أطول. الدكتورة بتقول لا الزرافة طب ما تقول لا معناها الزرافة أرجل الأمامية والخلفية متساوية، بتقول لا بس الثور أرجل الأمامية أقصر من الخلفية. الدكتور هون جمع المجد من أطرافه، بقول لك الزرافة أمامية أطول والثور أمامية أقصر. الدكتورة حكت الأمامية أقصر الثور. الثور الأمامية أقصر والزرافة أطول، بدك تختار جواب منهم، بدك تاخذ الجواب كله مع بعضه. الدكتوره مش تقول لي نص جواب. لا لا دكتوره، الدكتوره بتقول انه الثور ارجل اماميه اقصر من خلفيه، وهذا يعني انه الزرافه ارجلها متساويه. نعم. مزبوط. نعم. متاكد. نعم. وانت صح. يخطئ الكثيرون في انهم بيظنوا انه ارجل الزرافه الاماميه اطول، بالصوره بتبين اطول، امعنوا النظر بتلاقوا أرجل الزرافة الأمامية والخلفية متساوية، لكن لأنه منحني ظهره منحني وطالع طلوع
ببين إلنا أنه أرجو الأمامية للزرافة أطول، لكن الواقع لا، متساويين. الثور أرجو الأمامية أقصر، وهذا بخليه أسرع. عشان هيك بتلاقي السيارات الجديدة هالأيام بالثمانينات صارت دائما من قدام أوطى من وراء. برافو عليك، 17 علامة صح لك أنت، يا 170 دينار دفتر توفير أو 340، اضرب الجرس حظك. 340 دينار، 340 دينار دفتر توفير من بنك الأردن. بنك الأردن، أمان الحاضر وضمان المستقبل. بنك الأردن، عراقة وأصالة، 30 عاما من الخبرة المصرفية. سادتي وسادتي، شكرا وإلى اللقاء.